أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. وبعد ليلة باردة جو مشمس صباح اليوم السبت بعاصمة جهة درعا تافيلات، كيف داير الجو عندكم متابعي قناة الشعب ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر؟ صباح مبروك لكل المتابعين. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. وبعد ليلة باردة أجواء اللي هي مشمسة صباح اليوم السبت، كيف داير الأجواء عندكم متابعي وكيف صباح عندكم الجو اليوم؟ شكرا جزيلا لكل متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر واللي دائما كيكونوا حاضرين معنا وحاضرين معنا بقوة. وهذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر من عاصمة جهة الضرعة تافيلالت ألا وهي مدينة الرشيدية. صباح مبروك لكل المتابعين. كي داير الاجواء عندكم متابعي قناة شوف تي في ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر؟ دائما نجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر. وهذه الاجواء الصباحية يوم السبت، أجواء مثيرة ورائعة اليوم. كيف صباح عندكم الجو متابعي قناة الشعب ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر؟ عزيزة ميل اللي كتقول الجو الجو فيها غزال، تبارك الله عليك والشكر موصول لك. وهذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في في مدينة الرشيدية صباحا ليوم السبت. عزيز محراري كيقول تحياتي أخي، صباح كل عطر لساكنة الرشيدية من فاس، تحية كبيرة لساكنة فاس وتحية كبيرة للعاصمة العلمية. رعية الشيخي اللي كتقول الله يرحمنا، تبارك الله عليك والشكر موصول لك أخته. أجواء صباحية رائعة بمدينة الرشيدية وصباح مبروك لكل المتابعين والمتابعات ديال قناة الشعب. وإن شاء الله متابعي قناة شوف تي في إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. وصباح مبروك لكل المتابعين والمتابعات واللي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية من بعوث قناة شوف تي في بجهة درعا تافيلالت. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. دائما أجدد معكم الترحاب والتحية وصباح مبروك للجميع.